اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من زينب طعم البيوت. هتكونوا معايا انا وزميلتي العزيزه عبير عبد الوهاب على مدار ساعه ونص. اهلا بيكي يا عبير. اهلا بيكي يا تغريد، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا، وان شاء الله النهارده فقرتنا تحوز رضا واعجاب كل متابعينا. تعالوا نشوف كده مع تغريد اولى فقرتنا هتكون عن ايه. اولى فقراتنا هتكون خاصه بالسمنه والنحافه عند الاطفال. هنتعرف على الاسباب اللي بتؤدي للنحافه او للسمنه وازاي نتخطى المشاكل المتعلقه بهذا الموضوع. ده هيكون موضوع فقرتنا الاولى. جميل. فقرتي الحواريه النهارده في طعم البيوت هنتكلم من خلالها عن المشروعات الصغيره ومتناميه الصغر. الحقيقه انه المشروعات دي هي الاساس في بناء اي اقتصاد خاص باي دوله، ويمكن اكبر نموذج على كده طبعا النمور الاسيويه. شفنا قد ايه ان هي بدات بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. الدوله الحقيقه والقياده السياسيه بتولي اهتمام كبير لهذه المشروعات وبتقدم كل الدعم وبتقدم قروض ميسره. النهارده هنشوف ايه الجديد في هذا الموضوع وايه اللي وصلنا له وايه اهميه هذه المشروعات الصغيره. الحقيقه كمان موضوع فقرتنا الثانيه كوني انيقه، هنتعرف على الازياء والتصميمات اللي بتخص المحجبات وغير المحجبات. ده هيكون موضوعنا، وهنتعرف كمان على الوان الصيف. دي هتكون فقرتنا الثانيه. جميل قوي. طيب احنا كالعاده كل يوم عندنا فقره المطبخ، والنهارده منورانا الشيف رانيا القاضي. تعالوا نشوف كده هتعمل لنا ايه النهارده. ازيك يا شيف رانيا؟ شيف رانيا ازاي هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل سويت اند ساور. اوكي. وهنعمل كمان جلاش الطاسه، وهنعمل بطاطس ويدجز. جميل. وصفات صيفي كده وخفيفه جدا، حاجات حلوه قوي. تسلم ايديكي مقدمه. هنشوف ونتابع انا وتغريد ان شاء الله معاكي طول الحلقه. خلونا ناخد تقرير خاص بالسمنه عند الاطفال عشان نرجع نبدا مع تغريد اولى فقراتنا، وهي خاصه ايضا بموضوع هذا التقرير. خليكم معنا. كل حاجه بتبدا بتوعيه الام. حضرتك لو في توعيه للام هتقدر ان هي تراعي نوعيه الغذاء اللي هي بتديه لاولادها، وده هيحد كتير طبعا من السمنه، الا اذا كانت المشكله وراثيه. لكن توعيه الام بتبتدي ان هي تختار الغذاء المناسب والصحي اللي ما بيحتويش على مواد دهنيه عاليه للاولاد، فهتقدري ان انت تحدي من السمنه. مبادره مهمه جدا جدا، خاصة ان احنا لو توجهنا بمحاربة او مكافحة السمنة في الاطفال، لانه يعني معدل السمنة في الاطفال في مصر بقى زايد قوي قوي، ما كانش ده موجود فيما سبق، يعني نتيجة طبعا الاتجاهات التغذوية زي ما بنقول الجانك فود والتغذية الغريبة اللي ما كانتش موجودة قبل كده في مصر. كان دايما الطبق اللي موجود على ترابيزة السفرة في الاسرة هو الاساس. كيفية توعية الاسرة المصرية باخطار السمنة، وان احنا نلفت نظر الدولة ان ده عبء اقتصادي كبير جدا على الاسره، يعني على الدوله من سمنه طفل واحد. الطفل ده هيجي له امراض، هيضطر يقعد في البيت، هياخد اجازات، هيحمل عبء على الدوله، الموظفين هياخدوا اجازه، هيصابوا بامراض الضغط والسكر وامراض العظام، فبالتالي هيكلف الدوله ادويه. وطبعا اللي بيبقى عنده سمنه بتبقى حركته قليله فبياخد اجازات كتير. في الحالة دي احنا بنبتر الموضوع في مهده، ان احنا نوجه يعني نظر المجتمع للسمنة. بنعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية خاصة بالسمنة والنحافة عند الأطفال. يعني الأسباب اللي بتؤدي إلى السمنة أو للنحافة، ده اللي هنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتورة مريم أمين أخصائي التغذية العلاجية والسمنة. أهلا بيكي دكتورة. خلينا في البداية نتكلم على الأسباب اللي بتؤدي إلى السمنة عند الأطفال، ونتعرف على مفهوم السمنة عند الأطفال في البداية. احنا دلوقتي لاحظنا حتى بعد مبادرة رئيس الجمهورية اللي نشوف موضوع السمنة عند الأطفال في المدارس، نسبة السمنة دلوقتي انتشرت في الأطفال عن الكبار، وده مؤشر مش صحي. وده بيرجع ليه أسباب كتيرة، يعني من ضمن أول الأسباب مثلا أن في بعض الأسباب بتبقى وراثية أو جينات. طبعا الدراسات أكدت أن لما يبقى في وجود الأب أو أم أوفر ويت، زيادة الوزن، بيبقى عرضة أن هم عندهم أطفال أوفر ويت أو بدناء. دي نقطة. النقطة التانية لو في أي مشكلة في الجينز، تمام، أو الجينات الوراثية. الحاجة الأهم بقى ودي الأكثر انتشارا، يعني هنحطها تحت بند اللايف ستايل بتاع حياتنا، هو اللي أدى لظهور السمنة. بمعنى احنا دلوقتي رتم الحياه سريع جدا، فدلوقتي احنا ما بنقش ناكل اكل صحي. الاطفال مينلي دلوقتي بياكلوا جانك فود، مش قلبين الساعه البيولوجيه بتاعت جسمنا، فالسهر الكتير ده بيخلي فيه فود كريفنج كتير بالليل. طول ما هو سهران هو عايز ياكل. تمام.
بلس ان احنا دلوقتي السكرين تايم الاطفال ما بقوش يجروا يلعبوا زي زمان، يعني مش هي دي الاكتيفيتيز اللي جرى العرف عليها زي ما اتعودنا، لا دلوقتي هم ماسكين التابلت ماسكين الموبايل، فما بقاش في حركه كتير، فهم طول ما هم قاعدين ماسكين التاب او التلفزيون او قاعدين يا قاعدين امام الشاشات بالظبط كده. تمام، كل الاسباب دي ادت ان يبقى فيه طبعا زياده وزن، مع ان احنا كمان بقى بياخدوا كميه كالوريز عاليه في صور بقى المياه الغازيه المشروبات اللي فيها سكر كتير، كل ده ادى لزياده الوزن مع قله الحركه مع الاختيارات الغلط. طيب خلينا نتكلم على انه يعني نوعيه الطعام هل هي بتؤدي الى زياده الوزن، يعني مثلا الشوكولاتات الكتير الكربوهيدرات الكتير هل ده بيؤدي الى زياده الوزن والسمنة عند الاطفال، ولا بناء ان هم بيحرقوا يعني سعرات حراريه عاليه جدا ممكن ان الظاهره دي تختفي؟ هي القصة ما فيش حاجة بتتخن بعينها، يعني كل حاجة ربنا خلقها حلوة، بس أنا طريقة استخدامي ليها هي الغلط. بمعنى إيه؟ في بعض الأطفال بيبقوا بيكي، هم ما بياكلوش غير نوع واحد مثلا سي النشويات، هم عندهم خلاص بطاطس مثلا وهي كمان مش بطاطس بس مثلا، لا دي فرايز كمان يعني مقليه ففيها نسبه كالوريز عاليه، تمام، ومعاها مثلا مكرونه او باستا، خلاص هي هو كده ما خدش غير نشويات. انا جسمي محتاج نشويات بس محتاج كمان ان انا ادخل بروتين. اختياراتي من النشويات كمان بتفرق، يعني لما انا ادخل مثلا نشويات مركبه تمام غير لما ادخل الحاجات اللي هي فيها دي ابيض زي المخبوزات كلها بالظبط، ده هيفرق، هو اختياراتي هي اللي هتعمل المشكله. طيب دكتوره نقدر نقول انه يعني موضوع ان انا الرياضه مهمه جدا للاطفال، لكن كمان لو في مشاكل مثلا صحيه عند الاطفال تؤدي الى السمنه، مثلا مشكله في الغدد مثلا، لو عندنا اي مشكله في الغدد تمام دي هنضطر نتابع مع الدكتور اخصائي غدد، هنشوف ايه المشكله، لو عندنا مثلا مشكله في الغده الدرقيه هنبتدي نعمل التحليلات بتاعتها ونتابع معاه، ولازم يصاحبها يبقوا الاثنين بارل مع بعض ان هو يمشي على نظام غذائي مع رياضه. كل حاجه لما بنكتشفها في الاول ونبتدي نمشي عليها مع العلاج المظبوط بتجيب نتيجه كويسه. برضو انتشر مؤخرا في سن الاطفال مقاومه الانسولين، وده اكيد عرضه ان احنا يبقى الطفل ممكن يجيله قدام سكر. سكر فده برضو نتج عن زياده الوزن. فكل ما احنا نبتدي ناخد بالنا، يعني مثلا الاول كانوا بيفتكروا العلامات السمراء اللي في الرقبه دي قله نظافه او مرض جلدي، لا لازم يبقى فيه وعي، ده كده جرس انذار ريد فلاج، جسمك بيقول لك ده كده في مقاومه انسولين، لو ما اهتمناش بالموضوع ممكن الطفل يجيله سكر قدام. طيب خلينا ننتقل الى جزئيه مهمه جدا دلوقتي، انه يعني المفروض ان الام يكون عندها وعي ان يكون في غذاء صحي ومفيد للطفل ولا يؤدي الى السمنه، يعني احيانا كثيره جدا الامهات بتتخيل انه زياده الوزن عند الاطفال ان هو كده صحي وان هو كده مقلبز وجميل يعني، لكن في الاغلب بيكون عندهم انيميا، في الاغلب الاطفال اللي عندهم نوع من السمنه او البدانه بيكون عندهم انيميا بالظبط كتير جدا. ده حقيقي دايما، يعني لما تيجي مثلا طفل ونطلب منه تحليل مثلا انيميا تقول لي الام هو كل الجسم ده يا دكتوره هيبقى عنده انيميا؟ عنده انيميا، هو مش معنى ان هو جسمه زياده عن اللي في سنه يبقى هو تغذيته تمام. سوء التغذيه بينتج عنها زياده وزن او نقصان من الوزن، يعني يبقى نحيف. في حالات كتيره جدا زادت وزنها هي مش بتاكل الاكل الصحي، فبالتالي هتلاقيها عندها نقص في الفيتامينز والمعادن، ممكن يكون عندها انيميا، فمحتاجه برضو يبقى في وعي من الام انا ادخل لاولادي ايه. محدش قال ان احنا هنعمل لهم دايت عشان هم في مرحله محتاجين كل حاجه في جسمهم، احنا مش هنتعامل معاهم زي الكبار طبعا. احنا هنديهم اكل صحي متوازن، ان دايما الطفل مرايه لباباه ومامته وهم بياكلوا ايه في البيت. اكيد اكيد، فما ينفعش ان احنا الكبار بناكل غلط وانا المفروض اطالب ان هو ياكل خضار وفاكهه وياكل اكل صحي في الحين احنا ما بناكلش كده في البيت. الشكوى الاخرى من الامهات انه طفلي عنده نحافه زايده ومش بيزيد في الوزن وما بيبانش عليه الاكل والحاجات اللي احنا بنقعد نسمعها من الامهات دي، هل ده مؤشر خطر ولا مع الوقت لما مثلا بيكبر شويه الموضوع ده بيتظبط تلقائيا؟ يعني بالنسبه للناس اللي هم الاندر ويت اللي هم اللي عنده بيعانوا من النحافه، احنا الاول من نطلب شويه تحليلات نطمن ان مفيش اي مشكله عضويه مؤديه لنقصان الوزن، وبرده
ان اوصان الوزن قد ايه، يعني في يبقى حد اقل من الوزن الطبيعي اكسبتبل ب 2 3 كيلو مثلا، غير لما يبقى الفرق ما بين النورمال 10 كيلو، لا كده في ايرور، كده في مشكله. معظم الاطفال اللي بيعانوا مثلا وزنه قليل تمام عن النورمال بيبقى عاده ممكن يكون عندهم مشكله انيميا محتاجه حاجه بسيطه بتتعالج، يعني ده العرض بتاعها، او ممكن يكون عندهم شويه طفيلات او ديدان نتيجه برضو جانك فود او الاكل اللي من بره، فهو ادى الى هذا. او طيب. عندهم مشكله في التمثيل الغذائي وبرضو ده ادى ان يبقى وزنهم قليل شويه عن الطبيعي. طيب انا المفروض بقى كاب وام ان انا بلاحظ او براقب الوزن عند الاطفال، امتى اقدر اقول انه لا انا عندي مشكله؟ يعني اقدر احكم على الطفل سواء بالنحافه الزياده او السمنه المفرطه ان عندي مشكله من سن كام؟ دلوقتي اي ام طبيعي في الاول هي بتتابع مع دكتور الاطفال تمام في فتره على الوزن والطول بتاع الطفل، ومع منحنيات النمو بتاع الطفل احنا بناخد مؤشر كتله جسم الطفل وبنحطه على الكيرف ونشوف هو وزنه طبيعي ولا لا، سواء دكتور الاطفال او دكتور التغذيه. وانا عيني مع ابني على اصحابه اللي في معاه في المدرسه او في النادي، ما انا لما الاقي مثلا كلهم طولهم مثلا يعني متقارب وانا ابني اقل، لا معنى دي حاجه تخلينا الفت انتباهي. او بياكل اكل كتير عن مثلا اخوه في الحين وزنه قليل، او مثلا حتى وانا بشتري له ايفن اللبس بشتري لبس اقل من سنه او اكبر من سنه، يبقى كده في ايرور، كده في حاجه انا محتاجه ان انا انتبه ليها. وطبعا لو الطفل كمان بيكي بياكل حاجات معينه اكيد هو هيبقى عنده مشاكل صحيه. طيب بالنسبه للاطفال بقى في الفتره اللي هي يعني بينمو فيها، مهم ان انا اركز مثلا على البروتينات، على الكربوهيدرات، على الخضروات، على الفاكهه. يعني انا لو هعمل مثلا وجبه مكتمله ايه اللي ممكن اقدمه بحيث ان هو لا يزيد في الوزن ولا يقل في الوزن؟ مفروض الاول يعني احنا خلينا من نتفقين ان طبعا احنا هنخلي جانك فود في اضيق النطاق، يعني من مره لمرتين في الاسبوع عشان ما اقدرش احرمه وان هو شايف كل اللي معاه في المدرسه او في النادي بياكلوا الحاجات دي، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم يبقى الاكل متوازن، بمعنى ان احنا الفطار مثلا دي اهم وجبه، احنا بسبب ان احنا سهرانين طول الليل فوجبه الفطار دي مش موجوده، فلازم نهتم جدا بوجبه الفطار ان هي دي هتديني الباور، فلازم يبقى فيها بروتين. بروتين ممكن ندخل فيها البيض، ممكن ندخل فيها الفول تمام، ندخل بقى النشويات، يفضل النشويات المركبه زي الشوفان، العيش الحبه الكامله او العيش البلدي، البليله، وندخل طبعا معانا منتجات الالبان عشان الكالسيوم زي كوبايه زبادي او كوبايه لبن. ده كده مثلا كوجبه الفطار. هنقول هناخد ثلاث وجبات اساسيين، فطار غدا عشاء وتو سناكس، هندخل فيهم سيرفنج اللي هو الخضار والفاكهه. نحاول نقطعهم بطريقه كده حلوه، ان دايما احنا متفقين العين بتاكل قبل البق بالظبط، فلما الطفل ازوق له الحاجه بطريقه حلوه هفتح نفسه ان هو ياكلها. دي نقطه. ندخل له سيرفنج فاكهه، ناخد على الاقل من ثمرتين لثلاثه فاكهه في اليوم، ده المينيمم، يعني المفروض هو ياخد اب تو 6 ثمرات فاكهه في اليوم مثلا. كويس. نيجي لوجبه الغداء، الغداء احنا لازم نعود الطفل ان في لازم طبق سلطه، لو هو ما بيحبش الخضار متقطع على بعضه مفيش مشاكل، ممكن كل حاجه لوحديها، ودايما بنقول كل ما نكتر الالوان كل ما نكتر الفايده. يعني طبق السلطه لو في طماطم ادي لون الاحمر، معانا الفلفل الاخضر لون اخضر، خيار، الجزر لون الاورنج، فكده الالوان كتيره بيبقى الفايده متنوعه، ان كل حاجه ربنا خلق بتدينا فوائد مختلفه. لو حطينا دريسنج بقى عليه معلقه زيت زيتون مثلا، احنا كده دخلنا بالظبط الاحماض الامينيه اوميجا 3، ودي مهمه جدا للتركيز، والزنك حلو قوي للولاد كمان، هنلاقيه كمان في الزعتر حلو قوي، وطبعا في منتجات الالبان. كويس. ادي طبق السلطه، معانا البروتين سواء بقى اللحوم او الفراخ تمام، او لازم على الاقل يبقى في مرتين في الاسبوع منتجات بحريه زي الاسماك، وطبعا عشان غنيه بالاحماض الامينيه الاوميجا 3، فاحنا ممكن نقول مثلا عندنا سمك السلمون والتونه والمكرل يبقوا مرتين في الاسبوع. ومجموعه النشويات نعوده عشان الطفل ده لسه في مرحله ان هو بيكتشف وبيتعلم ازاي يختار. كنا رز مش هناكل عيش، كنا مكرونه مش هنكمل بعيش. في بعض العادات بتبقى غلط، يعني الولد اكل الرز والخضار ولسه عايز ياكل فيكمل بالعيش والخضار، فكده دمجنا نوعين نشويات في وجبه واحده،
فاحنا الاول نقول له هناكل ايه، لازم يتعلم هو في مرحله ان هو يتعلم وبيكتشف. بالزبط. فلازم نتعلم، ولازم احنا ككبار نعمل كده، عشان ما ينفعش ان انا اقول له ده غلط ويلاقي بابا او ماما بيعملوا كده. طب دكتوره مريم، انا عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا دلوقتي. انا عندي اطفال مثلا في سن اللي هو مثلا 10 12، بيمارسوا رياضه، في الرياضه بتؤدي الى زياده الوزن مثلا زي السباحه، انه بيخرجوا مثلا بياكلوا كميات كبيره قوي، هل انا اقدر احجم ده وان انا هديهم مثلا غذاء يكفي اللي هيحرقوه في الرياضه دي، بحيث ان ما يبقاش في زياده من الوزن في الوزن يعني بعد ممارسه الرياضه المختلفه يعني انواع، يعني اكتر حاجه السباحه دايما بتجوع كتير. طبعا احنا لازم يعني انا خليته يبقى في اكتيفيتيز عشان احافظ على وزنه، مش عشان اكتسب وزن زياده. طبعا احنا بنراعي مثلا قبل التمرين، هو ما يفضل بالذات في السباحه يبقى معدته على الاقل فاضيه اتليست ساعتين عشان نفسه في الميه. تمام، ممكن بس قبل التمرين مثلا بنص ساعه ممكن ياخد مثلا بطاطا او ياخد موزة فيها باور بالظبط زياده في السعرات. بالظبط، وهي كومبلكس كارب فتفضل تحافظ معايا ما ترفعش مستوى السكر بسرعه في الدم. وبعد التمرين ابقى انا مجهزه له وجبه بروتين، بروتينات يعني مثلا ممكن ناخد مثلا ستيك او بانيه او حاجات على اير فراير مثلا، بروتين تمام، ومعاها مثلا ممكن ناخد عيش مقدار مثلا ربع او نص رغيف على حسب احتياجاته من النشويات اللي احنا قسمناها له، ودي هتبقى وجبه متكامله كويس، وما يحتاجش ان هو يشرب بعديها عصاير كتير فيدخل سكر عالي في جسمه فيجوع فنخش في نفس السايكل ما بتخلص. طيب المياه الغازيه دي اكتر حاجه ممكن تؤدي الى زياده الوزن بالنسبه للاطفال، لانه هم بيتعودوا على كده، بيكون الجو حر جدا فبيشرب كميات كبيره جدا. حضرتك شايف ان انا انظم ده ازاي، او ان انا استبدل ده بالميه بشكل ان هي تبقى حاجه بتساعد على الحرق، وان الطفل يكون عنده صحه جيده وبياكل كويس وكمان ما بيزيدش في الوزن، ما بيأديش كمان الى يعني هشاشة العظام أو نقص الكالسيوم فيما بعد؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلتي المياه الغازية أصلا هي أولا غير أن هي فيها نسبة سكر عالية جدا هي مؤذية جدا للعظم، وده هيخليه عرضة أن هو عظمه هيبقى فراجايل من أقل بقى خفطة وجع وقع ممكن بقى نخش في إيه في كاستر بالظبط. تمام، فإحنا هنقلل استخدامنا في المياه الغازية على قد ما نقدر، ممكن نستبدلها العصاير في صور عصاير فريش، يعني ممكن نعمل له عصاير في البيت، ودلوقتي سيزون الفاكهة كلها حلو ممكن نعمل عصاير كتيرة، برتقان حلو جدا. كتير جدا من العصاير يقول لك لا طب انا هزود سكر، في الحاله دي انا بستبدل السكر مثلا بالعسل، او ان انا بعوده انه السكر ما بيتضافش على العصاير، يعني انت تشربها كده بطبيعتها. يفضل طبعا يشربه فريش كده في طبيعته، ان هو اوريدي الفاكهه فيها السكر بتاعها. تمام، او ممكن نستبدل بمعلقه عسل ابيض يبقى خدنا الفايده بتاعتها. تمام، او الاحسن والاحسن كمان ان احنا كمان ناكل الفاكهه نفسها، بناكلها بصوره الالياف بتاعتها تديني احساس بالشبع والطاقه. تمام، والسكر اللي فيها ومش هتزود. تمام، وطبعا نشرب الميه، دي اهم حاجه جدا نشرب الميه. طيب سواء السمنه او النحافه، السمنه بيكون مثلا عدد يعني الاستعداد للسمنه بيكون في مرحله معينه، او الخلايا الدهنيه بتكون كتيره، هل انا لما بقلل مثلا الزياده في الوزن في سن معين بتجنب ان يصاب بالسمنه بعد مرحله البلوغ؟ ده بالظبط، كل ما انا بعمل كنترول وهو الولد صغير كل ما يبقى سهل عليا لما يكبر تبقى الامور ستيبل. لكن يعني في ناس كثيره تقول لك ايه، لا 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 حرام، دي هتوديه لدكتور تغذيه ليه، تحرمي الولد من الاكل دلوقتي سيبيه ياكل. لا، هو انا مش بحرمه، ما هو الولد البدين ده هو بيتعرض للتنمر. هتلاقيه دخلنا في لو سيلف استيم، مش عايز يندمج مع المجتمع بره، مش عايز يروح المدرسه كمان ان هو بيتريقوا عليه في المدرسه اصحابه، مش عايز يروح النادي، هندخل بقى في سايكل هياثر في التحصيل الدراسي بتاعه. تمام، مش هيبقى اجتماعي، هيبقى انطوائي. تمام، هيخش جوه بابل كده هو هيعيش فيها. تمام، بلس بقى ان هو هيبقى ايه بقى اصحابه في البابل دي، الاكل والتابلت او الموبايل. بالظبط بالظبط، هيبقى زياده الوزن وهيبقى عرضه لمشاكل صحيه. طيب نفس الحاجه نعملها مع النحافه مثلا، الاطفال اللي اقل من الوزن العادي مثلا، ان احنا نبدا ان احنا نركز على يعني غذاء معين بحيث ان هو النمو يمشي بشكل عادي جدا. طبعا، يعني احنا زي ما قلنا الاول اهم حاجه احنا دلوقتي النحافه ده عرض لسبب، ايه السبب؟ هنشوف ايه السبب وهنعالجه. سواء الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده، نبتدي نهيئ بقى وقت الاكل دوت يبقى وقت لطيف محبب للطفل. كويس. بمعنى ايه؟ كلنا ناكل مع بعض، دي اول نقطه، ما يبقاش الولد بياكل لوحده، ما يبقاش برده قاعد بياكل قدام التلفزيون فمشغول او قدام الجيم، لا
احنا هنوقف اي حاجه تشتت تركيزنا، وهنقعد نتجمع كلنا في ترابيزه سفره ناكل مع بعض، نحط الاكل بطريقه لطيفه بحيث نفتح نفسه، ودايما نركز بقى على الحاجات اللي بتفتح نفس الاطفال. انا كتير جدا صحية. بشوف ان الامهات ساعات بتلجا لفواتح الشهيه للاطفال اللي يعني مش بياكلوا بشكل جيد، يعني ده بيؤدي الى يعني مشاكل فيما بعد. بصي، هو الفورمولا اللي احنا بنستخدمها كسبلمنت بره ده هنستخدمها في اضيق النطاق، هي بتبقى فيها العناصر الغذائيه الطفل بيفتقدها ومش عارف ياخدها من الاكل. احنا هنحاول من فيتامين بيساعدني لكن مش فاتح الشهيه. بالظبط، احنا هنحاول ان احنا الاول نبتدي بالاكل الموجود. زي مثلا ممكن نستخدم مثلا كوبايه الزبادي ونحط عليها معلقه عسل ومثلا لوز وجبة مثلا تفتح نفسها على الاكل، او البطاطا. البطاطا من الحاجات المفيده جدا وفيها فايبرز وفيها مغنيسيوم، ممكن نعمله مثلا بطاطا باللبن. كويس، في افكار كتيره ممكن نعملها له. مثلا هو ما بيحبش البيض، ممكن نعمله له في صوره مثلا اومليت او زي المافن كده، نحاول نخترع. او احنا هنتعب شويه المواد يعني المفيده ان انا اغير طريقه التقديم الأكل. وشكل الاكل نفسه. بالظبط، كويس. طيب بالنسبه للرياضه بقى، انا مهم ان انا اركز على الاولاد انه في فتره معينه لا انتوا لازم تمارسوا رياضه، ولازم تكون بتتقن لعبه معينه عشان عمليه النمو للعضلات وللطول وللجسم. طبعا الرياضه دايما حاجه كويسه جدا، وزي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. فكويس لازم جدا يبقى انا جسمي كويس تمام، ده هيساعدني مع ان انا امشي على نظام اكل صحي متوازن تمام. لو قدرت امارس رياضه وعندي الاوبشن دي متاحه، دي هتبقى حاجه صحيه جدا. اولا هتساعد على زي ما حضرتك قلتي، يبقى انا بناء العضلات عندي كويسه جدا تمام، صحتي كويسه. حتى في دراسات اتعملت ان الناس الاثليت اللي بيمارسوا رياضه مناعتهم احسن، وحتى عرضتهم لنزلات البرد اقل. يعني كتير جدا شكوى من الامهات تقول لك انا طول الشتاء ابني رايحه جايه بيه عند دكتور الاطفال على طول تعبان. هنلاقي ده يا وزنه زياده، ما هو ما بياخدش برضه الحاجه اللي هو جسمه محتاجها، فمناعته ضعيفه. او وزنه نحيف اندر ويت تمام، برضه عنده نقصان من العناصر الغذائيه هي اللي مخليه مناعته قليله. نقص المناعه. طيب دلوقتي مثلا في فتره الكورونا دي هتلاقي انه الاطفال كتير منهم جدا وزنهم زاد، نقدر نحل المشكله دي في اسرع وقت ازاي؟ دي لاحظناها جدا في فتره فعلا السنتين بتوع الكوفيد، وان كانت الدنيا كلها لوك داون وكل الانشطه وقفت وما كانش في خروج من البيت. فاحنا هنقعد نعمل ايه غير ان احنا نقعد نخترع في الاكل وقاعدين قدام التلفزيون. دي كانت مشكله كبيره. ابتدينا ان احنا نرجع تاني لاسلوب حياتنا القديم، عشان دي كانت فتره تمبروري، ما كانش ده اسلوب حياتنا. كانت فتره مؤقته للازمه اللي احنا كنا فيها. قللنا كل الجانك فود على قد ما نقدر تمام، مش هنمنع ان ده طفل، نقلله ونقننه. طب كام مره في الاسبوع مثلا؟ يعني مثلا انا مثلا ما بيجي مثلا طفل بنحاول ايه الاول نسايسه ان هو بيبقى على فكره ذكي ومش هيمشي زي الكبير على ورقه وقلم. لا خالص، بيحبوا الفرايز جدا. فطب بص احنا ممكن ناخدها مرتين في الاسبوع. طب ايه رايك مثلا نجرب مثلا الاومليت، نجرب الفول، ايه رايك نجرب الشوفان باللبن. هو مش عارف الحاجات دي، هو مش عارف غير كم اختيار اللي هو ماسك فيهم. فهو هنبتدي ندخلها له واحده واحده، كمان فايبرز كتير. فايبرز بالظبط تمام. وكمان انا ابتدي ادخل له اكل صحي هو مش عارفه، وبرده انا لازم احترم ذوقه. بمعنى ما هو الاكل ده اذواق، ممكن هو ما يحبش مثلا حاجه، خلاص مش هجبره بقى لا هو دوت يا بلاش. او انا فضى بسرعه ازهق واقول له خلاص انت عايز تاكل ايه، ما انا عايزه بقى ياكل، ادي اجيب له الجانك فود اللي هو عايزه وخلاص، وابقى انا كده ارضيت ضميري ان هو اكل عشان ياكل. عشان ياكل صح. هو كتير صراحه من المامز بتعمل فضى بسرعه، بتزهق. اكتر ناس يعني دايما الاطفال بتبعد تماما عن السلطات، يعني وفي الاغلب بيكون اللي عندهم سمنه بيحب مثلا الكربوهيدرات الحلويات الحاجات دي. ازاي بقى الام تبدا ان هي تقلل من الحاجات اللي بتؤدي الى السمنه، وان هي تدخل العناصر المفيده زي السلطات باشكالها بانواعها؟ دايما بنقول يعني بالذات اللي عنده طفل اوفر ويت، اول حاجه لازم البيت كله هيمشي معانا على نفس النظام الصحي، كله يعمل دايت. لازم كله يعمل نظام لازم. صحي، ما ينفعش ابقى انا منعاه له اكل معين وشايف اخوه او باباه وماما بياكلوا. لا انا كده هزود له تركيز ان انت في نفسه ان انت مختلف عن غيرك. لا انا مش عايزه احط الحته دي في نفسيه الطفل خالص. احنا هناكل كلنا اكل صحي عشان تبقى صحتنا احسن تمام. في بعض الاطفال ما بيحبوش السلطه او الخضار متقطع على بعض، بيحبوا كل حاجه سيبريت لوحدها. مفيش مشكله، هياخد وقت عقبال ما ياكل كل حاجه فهيشبع. ف
النوع اللي انت بتحبه حطه، هنبتدي بيه الاول تمام، وبعد كده ممكن نجيب فكره البليت او الطبق اللي متقسم ونعلمه ان احنا الجزء الكبير من الطبق ده اللي لازم ناخد فيه الخضار تمام، الهرم الغذائي بقى بالظبط كده، الخضار والبروتين تمام، ومعانا الجزء الصغير هو ده نحط فيه النشويات ونعلمه. نشويات يعني ايه؟ عندنا الرز والعيش والمكرونه والبطاطس، ونبتدي نقول له انت النهارده عايز تاكل رز، ماشي الرز مش ممنوع، بس هناكل مثلا مقدار كذا، يا دوبك تغطي الكفر بتاعك مش اكبر طيب. من كده احنا خلينا بقى نقدم نصيحه بشكل يعني كامل كده وعام لكل الامهات، سواء عندهم حد عنده مشاكل في السمنه او في النحافه. يعني لو هنلخص الموضوع بالنصايح للامهات، احنا اول حاجه احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا طولة بال، ما نزهقش بسرعه، هو الموضوع فيه مجهود شويه فمحتاجين بس يبقى عندنا طولة بال، ده رقم واحد. رقم اتنين، نبتدي ندخل الاكل بصور مختلفه تمام، وبرده لازم احترم ذوق الطفل، ولو هو مش حابب الحاجه خلاص ممكن قدام ممكن يفكر يجربها، بس في بدائل اخرى. يعني في امهات كثيره بتعترض على ان هو ما بياكلش سمك، ماشي هو مش بيحب السمك، حاولنا نجربه باكتر من طريقه، هو بياخد بروتين تاني اوكي يعني لو طالما بياكل فراخ لحمه كبده في مصادر اخرى، وبيض طبعا مصادر اخرى للبروتين، ونقلل بقى العصاير طبعا والحاجات دي. اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره مريم امين اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه، شكرا جزيلا لحضرتك، ونلتقي والفقره القادمه. كوني أنيقة.